في أعماق الزمن وفي ظلال الغرائز الأولى بدأت رحلة الإنسان نحو الوعي. من كائن يتحرك بغريزته كغيره من الكائنات إلى عقل يتساءل، يتأمل ويحلم. لكن كيف بدأت هذه الرحلة؟ ما الذي أشعل شرارة الإدراك الأولى وأطلق سيلا لا يتوقف من الأسئلة والتجربة والخيال؟ على مدى نحو 3 ملايين سنة تضاعف حجم الدماغ البشري 4 مرات، من الأسترالوبيثوكس إلى الإنسان الماهر. كان الدماغ يتوسع كأنه يستعد لشيء قادم. ثم في لحظة تطورية حاسمة قصيرة جدا بمقاييس الزمن الجيولوجي، حدث انفجار في قدراتنا العقلية، نمو متسارع في القشرة المخية الحديثة، زيادة مذهلة في كثافة الخلايا العصبية، وتحول نوعي في قدرة الدماغ. كل هذا جرى خلال فترة تتراوح بين 200 و 800 ألف عام فقط، قفزة وعي لم يشهد مثلها أي نوع حي آخر على الأرض. لكن لماذا وكيف؟ لا تزال هذه الأسئلة مفتوحة، محل جدل بين علماء الأعصاب والأنثروبولوجيا وعلم النفس التطوري. من بين الفرضيات التي طرحت، برزت نظرية جريئة خارجة عن التيار التقليدي، لكنها حازت اهتماما واسعا. إنها نظرية القرد المخضر. صاحبها هو تيرينس ماكينا، عالم نبات إثني، أي مختص في علم استخدام النبات في الثقافات، وأيضا فيلسوف سيكولوجي حر، وأحد أكثر الأصوات إثارة في أواخر القرن العشرين. وصف بأنه المفكر الشرس في ثقافة الرايف، لكن خلف الكلمات الحماسية والأسلوب الساحر كان يحمل رؤية شاملة للوعي واللغة والتجربة الإنسانية. في محاضراته بجامعة بيركلي في 80s تحدث عن المهلوسات الشامانية، اللغة والتكنولوجيا وما كان يسميه آليات التوسع العقلي، لكن جوهر نظريته كان بسيطا بشكل مدهش. بينما كان أسلافنا الأوائل ينتقلون في بيئات جديدة بحثا عن الغذاء والتكيف، ربما صادفوا نوعا من الفطر البري يحتوي على مادة سيلوسيبين. تجربة تناول هذا الفطر لم تكن مجرد تغذية، بل بوابة لتوسيع الإدراك. وفقا لماكينا، الجرعات الصغيرة من هذا المركب كانت تمنح الكائن ميزة تحسين في الرؤية، حدة أكبر في الانتباه، زيادة في الإنجاب الجنسي، وتعزيز للتماسك داخل الجماعة. أما الجرعات الأكبر فقد كانت تفتح الباب أمام حالات من الخيال والوعي الموسع. في هذه الحالات ربما اختبر الإنسان البدائي لأول مرة حاجة داخلية للتعبير، للإشارة، للنطق. وهنا يقترح ماكينا أن اللغة نفسها، وهي الإنجاز المعرفي الأكبر، قد تكون ولدت من لحظة مهلوسة غير متوقعة. في كتاب طعام الآلهة يبدأ تيرينس بتوضيح العلاقة التي تربط البشر بالنباتات والأطعمة والعقاقير المؤثرة على النفس التي تحتويها، وعن قدرتها على التأثير على السلوك البشري، قائلا أن ما نأكله لا يغذينا فقط، بل يغيرنا. بعض الأطعمة تدخل البهجة إلى النفس، وأخرى تجعل الجسد يميل إلى النوم،
بعضها يشعل الحواس، في حين يثير بعضها الآخر القلق أو الاكتئاب. إنها كيمياء صامتة تعمل في الخلفية، تؤثر على الخصوبة والقدرة الجنسية، على حدة البصر والحساسية للصوت وسرعة الاستجابة، حتى النمو والنضج ومتوسط العمر، كلها تتأثر بما يدخل جسدنا من مركبات نباتية دقيقة وغامضة. لكن التأثير لا يتوقف عند الجسد. تحت تأثير هذه المركبات قد تتغير الرموز في عقل الإنسان، يعني أن العقل يعيد تفسير أو رؤية الرموز بشكل غير مألوف تحت تأثير المركبات. تتشكل اللغة بطريقة جديدة، وتتحول الحساسية الأخلاقية والاجتماعية. يكفي أن تراقب سلوك البشر في حانة مزدحمة لتدرك هذا التأثير. كيف تغير المادة المزاج واللغة والسلوك، بل وحتى القرارات. وهنا يعود السؤال الكبير، كيف أثر السيلوسوبين على أدمغة أسلافنا؟ تخيل تجربة إنسان بدائي يضع في فمه للمرة الأولى 5 غرامات من فطر بري يحتوي على سيلوسوبين. لا خلفية ثقافية، لا توقع، لا كلمات تصف ما يحدث، وفجأة يتدفق الوعي إلى بعد جديد. ألوان، رؤى، أنماط، إحساس بالدهشة والرهبة، تجربة صادمة ساحقة، لكنها تغير كل شيء. ليس من الصعب أن تتخيل كيف يمكن لتجربة كهذه أن تفتح الباب أمام الخيال وأمام الرموز وأمام الأدوات وأمام الفن. بل ربما كانت تلك اللحظة الشرارة التي مهدت لظهور الدين أو الثقافة. بالنسبة لتيرنس ماكينا، كان من المنطقي أن يكون الفطر المهلوس وبالتحديد فطر السيلوسوبين هو الحافز الرئيسي خلف قفزة الوعي البشري. لكن لماذا هذا الفطر بالذات؟ لأن كل المعايير تقوده إلى الواجهة. موطنه الأصلي في إفريقيا، حيث نشأ الإنسان العاقل لأول مرة، ينمو بشكل طبيعي في المراعي المفتوحة، ويظهر من دون الحاجة إلى أي تحضير أو تركيز أو طقوس معقدة. سهل الملاحظة، وافر، وينمو من روث الحيوانات. حيوانات تتبعها القبائل دائما وتعيش بالقرب منها. وهكذا في بيئة المراعي الإفريقية الخصبة، حيث كانت قطعان الثدييات تتجول بلا توقف، كان هذا الفطر ينبت بهدوء في كل مكان تقريبا. وفي كل مرة يلتقط ويستهلك كان يفتح نافذة صغيرة نحو عالم آخر. يبدو أن العلاقة بين الإنسان والماشية والفطر لم تكن مجرد مصادفة، بل وصلت إلى ذروتها خلال العصر الحجري الحديث، حين استقر الإنسان وبدأت تظهر ملامح الثقافة المنظمة. لكن هذه العلاقة كما سنرى لاحقا كانت أعمق مما تبدو عليه. عند تناول فطر السيلوسوبين تتحول المادة الفعالة بسرعة داخل الجسم إلى سيلوسين، وهو المركب النشط الذي يبدأ التأثير الفعلي على الدماغ. ما يحدث بعد ذلك هو تفاعل معقد داخل الجهاز العصبي المركزي، حيث يعمل السيلوسين كمنشط جزئي لمستقبلات السيروتونين، وتحديدا المستقبل المعروف باسم 5HC2A. هذا المستقبل هو ما يعتقد أنه مسؤول عن الخصائص الإدراكية والعاطفية
والهلوسية للتجربة. لكن ما يثير الاهتمام حقا هو ما يحدث داخل شبكة الوضع الافتراضي في الدماغ. هذه الشبكة وهي مجموعة من المناطق العصبية تشمل القشرة الجبهية والقشرة الحزامية الخلفية ومراكز أخرى، تمثل ما يمكن تسميته بوضع التشغيل الطبيعي للعقل، حيث تدار الأفكار وتفرز المدخلات وتشكل الذات. لكن تحت تأثير السيلوسوبين تتراجع هذه الشبكة، تتوقف مؤقتا عن أداء دورها التنظيمي المعتاد، فتنفتح بوابات الإدراك ويقل التطبيط وتزداد حرية التدفق العصبي. بمعنى آخر، الدماغ لم يعد يضفي الواقع كما اعتاد، بل يدخل المزيد من البيانات الحسية الخام، ويسمح لأفكار غير متوقعة وعفوية بالصعود إلى السطح، والنتيجة تجربة ذاتية أغنى وأكثر حيوية وأكثر تداخلا بين الحواس والذكريات والمشاعر. روبن كارهارت هاريس، عالم أعصاب وعالم نفس بريطاني، يعد من أبرز الباحثين في علم النفس العصبي للمواد المهلوسة، وقد دعمت أبحاثه هو وفريقه هذه الرؤية بقوة، وساهمت في إرساء أسس علمية لفهم تأثير هذه المواد على الدماغ والنفس، وأظهرت أن هذه الحالة من الانفتاح العصبي تعيد تشكيل الروابط بين مناطق الدماغ وتعزز المرونة العصبية. يبدأ الدماغ في بناء تشابكات جديدة، يعيد تنظيم نفسه ويصبح أكثر قدرة على إيجاد حلول مبتكرة واتخاذ قرارات جماعية أكثر فاعلية. هذه القدرة على تغيير المنظور وربط المألوف بغير المألوف وطرح أسئلة لم تكن تطرح من قبل جعلت من السيلوسوبين أداة محورية في التقاليد الشامانية. الشامان أولئك الوسطاء بين العادي وغير العادي، اعتمدوا على هذه المواد للهروب من الواقع، بل لاختراق طبقاته والوصول إلى معلومات يصعب إدراكها بالطرق التقليدية. ما كان يسمى تكهنا هو في جوهره محاولة لفهم أعمق، لمعرفة جديدة تستخرج من قلب الذات لا من خارجها. لم يكن الشامان يستهلكون هذه النباتات بحثا عن متعة، بل باعتبارها أدوات للتواصل مع ما اعتبروه قوى خفية، أرواح الأسلاف، قوى الطبيعة، أو مستويات وعي أعلى. كان الهدف واضحا، حل المعضلات الاجتماعية، تشخيص الأمراض وعلاجها، الحصول على بصيرة استباقية، أو حتى ضمان صيد ناجح. لكن إدراج فطر السيلوسوبين في النظام الغذائي للإنسان القديم لم يكن دوما لأغراض طقسية، ففي جرعات صغيرة قد يكون قد استهلك دون معرفة تأثيره العقلي الكامل، مجرد نبات آخر يؤكل خلال جولات البحث عن الطعام، لكن تأثيره لم يكن عاديا. أظهرت الدراسات أن الجرعات المنخفضة من السيلوسوبين تعزز حدة البصر، وفي أواخر الستينيات اختبر عالم النفس الدوائي رولاند فيشر اختبر هذا التأثير بمنح طلاب دراسات عليا جرعات دقيقة من السيلوسوبين، ثم تقييم قدراتهم على إدراك التغيرات البصرية الطفيفة النتائج. أظهرت تحسنا ملحوظا في الأداء. علق فيشر لاحقا قائلا: ما ثبت هنا هو أنه في ظل ظروف معينة
يدرك الإنسان الواقع بشكل أوضح بعد تناول الدواء مما قبله. صحيح أن منهجية الدراسة وجهت لها انتقادات فيما بعد، لكن التجربة تفتح تساؤلا مهما. إن كان هذا الفطر يعزز من حدة البصر لدى الصياد، أفلا يمنحه ميزة يزيد من فرص نجاته، يرفع من كفاءته في الصيد، ويعزز قدرته على إطعام نسله؟ ومع مرور الوقت، ومع تفوق أولئك الذين استخدموه، وانحسار أعداد من لم يستفيدوا منه، قد نكون أمام تفسير بسيط لكن بالغ العمق لكيفية بقاء نوع بشري واحد وتفوقه. أما عند جرعات أعلى قليلا، يظهر تأثير مختلف، قلق داخلي يصاحبه نوع من الإثارة الجنسية الواضحة. يصف تيرنس ماكينا هذا المستوى بأنه كان محفزا للسلوك الجنسي، مما أدى إلى زيادة فرص الجماع وبالتالي تعزيز التكاثر. ومع تكرار هذه الظاهرة عبر الأجيال، ربما نشأ ارتباط بين توقيت نمو الفطر المتزامن مع الرطوبة ودورات القمر، وبين سلوك الجنسي البشري. ورغم قلة الأدلة المباشرة، فإن مجرد احتمال أن ممارسات أسلافنا الجنسية بدأت تتزامن مع دورات القمر، يفتح نافذة مثيرة لفهم البذور الأولى للطقوس. أعزائي، هنا قد وصلنا إلى ختام الجزء الأول من هذه الحلقة، لنلتقي في الجزء الثاني لاستكشاف آثار الجرعات الأعلى وسياق استخدامها لدى أسلافنا. سنشهد في الجزء الثاني كيف ولدت اللغة والفنون من عمق تجربة الفطر، ونفك شفرة نقوش طاسيل الصخرية الغامضة والمرعبة كوثائق أولى لتفاعلات الإنسان مع هذا النبات. كونوا على الموعد للغوص في هذه الرحلة العلمية وفهم كيف ساهم فطر السيلوسوبين في بلورة وعي الإنسان البدائي. إلى هناك نلتقي، دمتم بخير.